شارك عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس ملتقى الرقي والتقدم يحيى محمد عبد الله صالح عددا من الطلاب اليمنيين في الجامعة اللبنانية فرحتهم بالتخرج. وفي الحفل أشاد رئيس الجامعة اللبنانية الدولية عبد الرحيم راد بنجاح ومثابرة الطلاب اليمنيين رغم معاناتهم جراء الحرب والحصار المفروض عليهم. وعلى هامش الفعالية ناقش يحيى صالح مع رئيس الجامعة أوضاع الطلاب اليمنيين في لبنان والمعوقات التي تواجههم وسبل معالجتها، منوها بتعاون السلطات اللبنانية مع الطلاب اليمنيين ومؤكدا وقوفه إلى جانب الطلاب حتى إكمال دراستهم. كما بارك للطلاب هذا التميز متمنيا لهم التوفيق والنجاح، مشيرا إلى دور الشباب المتعلمين والمؤهلين في تحقيق التغيير المنشود، وأن سلاح العلم هو السلاح الذي سينهض بالوطن الذي يسطر شبابه في الداخل أعظم الانتصارات في جبهات العزة والشرف ضد تحالف العدوان. بدورهم عبر المتخرجون عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة والاهتمام بشؤون الطلاب اليمنيين في لبنان وتلمس أوضاعهم.